كلامنا النهاردة عن أعشاب ومشروبات بتعمل على خفض مستوى السكر في الدم. لو عايز تعرفها وتعرف فوائدها تابع معانا. أول حاجة معانا وهي الحليب. الحليب بتعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وكمان بتعمل على إبطاء امتصاص السكريات والكربوهيدرات بسبب محتواها العالي من الألياف. وكمان الحليبة بتساعد على زيادة سيولة الدم، فلما بتزيد السيولة بتقل فرصة حدوث جلطات، وحدوث الجلطات وارتفاع الكوليسترول يعتبر من المضاعفات لمرض السكر. تاني حاجة معانا وهي الزنجبيل. الزنجبيل فيه خصائص بتعمل على خفض مستويات السكر في الدم، وفي أبحاث وجدت إن الناس اللي تناولوا زنجبيل على مدى طويل أو على مدة طويلة نتج عن كده إن مستويات السكر بالنسبة لهم انخفضت. وكمان بيعمل على تقوية المناعة، وضعف المناعة وحدوث الالتهابات بيعتبر من أهم الآثار أو المضاعفات لمرض السكر. زائد إن الزنجبيل بيعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار. ارتفاع الكوليسترول الضار بيعتبر من أهم الآثار أو المضاعفات لمرض السكر، وللأسف ممكن ينتج عنه مشاكل في الشرايين والقلب زي حدوث النوبة القلبية والذبحة الصدرية والجلطات. وكمان الزنجبيل بيعتبر كعلاج فعال او بيستخدم كعلاج فعال لعلاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي. لكن لو انت بتعاني من التهابات في معدة او امراض مزمنة في معدة، او بتعاني من امراض متعلقة بالسيولة الدم، او بتتناول ادوية سيولة، يجب استشارة الطبيب قبل ما تضيف اي شيء لنظامك الغذائي سواء الزنجبيل او الحليب. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم وفادتكم، وسلام.